أهلا وسهلا بكم مشاهدي تلفزيون حضرموت. هنا الشباب وهذا ديوانهم. حديث ديواننا اليوم عن البطالة. العمل ضرورة وحق لكل مواطن، فهو مصدر للدخل ومطلب للعيش الكريم وشرط لاستقرار المجتمعات ومساحة للأفراد لإثبات ذواتهم وإبراز إمكانياتهم وتحقيق أحلامهم وإيجاد معنى لحياتهم. ولكن هل فرص العمل متوفرة ومتاحة للجميع؟ ينادي الشباب في كل مكان: نريد وظيفة، نريد عمل. فهم لا يجدون فرص العمل حيث البطالة، وقلة فرص العمل تجتاح المجتمعات العربية وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي. فمعدلات البطالة بين الشباب في البلدان العربية هي الأعلى عالميا، واليمن لها نصيب الأسد والحصة الأكبر في معدلات بطالة الشباب. في الاقتصاد اليمني تبرز مشكلة البطالة بصورة سافرة ومخيفة، وتنشا معها ظاهرة الفقر والفاقة وانعدام الأمن الغذائي والدوائي والتفكك الأسري وهجرة الشباب والاضطرابات الشعبية. فهذه تداعياتها ونتائجها. فقد بلغ معدل البطالة في اليمن 60% وفق تقارير حكومية، فأزمة البطالة باقية وتتمدد. الارتفاع المستمر في معدلات البطالة في بلادنا وزيادة معاناة الناس منها وجسامة أضرارها وأخطارها على مجتمعنا ووطننا دفعنا أن نقف عند هذه الأزمة الظاهرة والمرئية والأليمة ونناقشها بشفافية تامة ونتساءل بصوت مرتفع: ماذا نعني بالبطالة؟ ما هي الأسباب البطالة؟ من المسؤول عن تفشي البطالة في بلادنا؟ أليست فرص العمل كثيرة في بلادنا ولكن الشباب غير مؤهل؟ ما هي الحلول الممكنة لتقليل معدلات البطالة؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوف ديواننا. يشارك معنا في جلسة اليوم الأستاذ ماهر خان، منسق مشاريع بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر. أهلا وسهلا أستاذ ماهر، شرفتنا. الله يعطيك العافية. ربنا يسلمك. كذلك تشارك معنا الأستاذة أمجاد الأحمدي، باحثة بمركز المعرفة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا أستاذة أمجاد، شرفتينا. ربنا يسلمك. كذلك يشارك معنا الأستاذ هاني بن كروم، رائد أعمال. أهلا وسهلا أستاذ هاني، شرفتنا. الله، سعيد جدا بتواجدي معك. ونحن أسعد. شكرا، أولا نشكر لكم التزامكم وحضوركم معنا لمناقشة قضية البطالة، وهو جزء من مسؤوليتنا لصنع وعي حولها ولمساعدة الناس جميعا. أحب أن أبدأ معك يا أستاذ أمجاد، وخصوصا أنك باحثة. ماذا نعني بالبطالة؟ أولا البطالة ينظر لها بمفهومنا العام في مجتمعنا أنها العاطلة عن العمل، بينما منظمة العمل الدولية صنفت البطالة على تصنيف معين، أو لنقول أنه تعريف شامل يسقط على تحديده الجميع. البطالة أو العمل أو العاطل عن العمل المقصود به هو كل شاب قادر جسديا على العمل وعنده الرغبة ويبحث. يعني عندنا 3 شروط لنصنفه تحت مستوى البطالة: إنه شاب ذو صحة جيدة، يبحث عن العمل وعنده رغبة ولم يجدها. في حالة لم يجدها هنا يتم تصنيفه بأنه عاطل عن العمل تحت مشكلة البطالة، تصنيف بطالي. أما بالشكل العام يقولوا لك أن في أشخاص عاطلين عن العمل أيضا يصنفون تحت البطالة، ولكن هل تقضوا في 3 الشروط اللي هو رغبته أنه يعمل، بحث عن العمل، هو في صحة جيدة؟ أي حيث أنه في تصنيفات أخرى يتم إبعاد النساء عن هذا التصنيف وكبار السن والأطفال تحت السن القانوني. فبالتالي أنا ما بنصنف هذول الـ3 الفئات تحت المباطلين بالعمل أو العاطلين عن العمل. فلذا تصنيفهم بالشكل العام اللي حددته منظمة العمل الدولية اللي هي هذا التصنيف: شاب ذو بنية صحية جيدة، عنده الرغبة، أهم شرط أنه عنده رغبة في أنه يعمل ويبحث عن العمل ومع ذلك لم يجده. جميل جدا ما طرحت. يعني أنت ترين أنه البطالة أساسا تعريفها يكمن على العاطل عن العمل، على العاطل العمل اللي يجب أن تكون لديه الرغبة والقدرة على العمل وأيضا مداومة البحث. جميل ما طرحتي. وأنت قل الأستاذ ماهر، سمعنا ما قالته الأستاذ أمجاد حول تعريف البطالة، ولكن ما هي أسباب البطالة؟ أسباب البطالة عدة أسباب، وصعب نحن نحددها في سبب واحد. فهناك عدة أسباب. يعني في بلادنا مثلا على سبيل المثال نجد أن البطالة واحدة من أسبابها الوضع الحالي نحن فيه، يعني ممكن نسميه الركود الاقتصادي والحرب اللي دخلناها، هذه واحد من أسباب البطالة. زي ما ذكرت في المقدمة أنها 60%، قبل فترة كانت 54% تقريبا نسبة البطالة، و37% منهم من الشباب،
وهذه نسبة كبيرة جدا تعد في اليمن. بالتالي الوضع الحالي هو واحد من الأسباب. أيضا حط سالم واحد من المخرجات من أسباب البطالة أيضا مخرجات التعليم الجامعي. هذا عن نفسي أنا أعتبر واحد من الأسباب المهمة جدا، يعني كيف نركز أن الشاب الجامعي يخرج على سوق العمل، مش يخرج على أنه يبحث عن وظيفة. يعني كيف أنزل خرج هذا الطالب الجامعي إلى سوق العمل بشكل مباشر. أيضا من الأسباب ربما الانفجار السكاني أيضا الموجود. يعني في الزمان القديم ما كنا نسمع مصطلحات البطالة، يعني ربما لو جلسنا رجعنا يمكن حوالي 50 سنة إلى الماضي لن نجد لمصطلح البطالة يعني الحيز اللي يأخذه اليوم. بالتالي الانفجار السكاني له أيضا سبب رئيسي جدا يعني في وجود البطالة. أيضا هي ثقافة أحيانا حتى في بعض المجتمعات، يعني خريجين الجامعات ينتظر إلى أن يجد وظيفة، لا يبحث عن عمل، لا يكون مؤهل أنه يبدأ بمشروعه الخاص أو عمله الخاص. فهذه ربما من وجهة نظري أنا هذه بعض الأسباب اللي ممكن نجعلها من أسباب البطالة. طيب هاني، بصفتك رائد أعمال وتشتغل في المجال الخاص وعندك مشاريع خاصة، إيش أسباب البطالة؟ أسباب البطالة لها عدة، لكن خلونا في البداية نأخذ البطالة على أنها تعتبر مشكلة المشكلات بالنسبة للدول، لأن البطالة هي تعتبر مقياس صحي لاقتصاديات الدول. البطالة مقياس صحي؟ مقياس صحي لاقتصاديات الدول. ازدياد معدل البطالة يعني انخفاض الناتج الإجمالي للدول، الإنتاج المحلي للدول. مع انخفاض الناتج المحلي للدول يزيد الاستهلاك. أنت لما تتكلم عن 60% من البطالة في اليمن، بمعنى أنه 60% من الإنتاج في اليمن موقف أو عاطل، لكن هذا 60% هو يعني لا يقتصر على أنه موقف أو عاطل لكنه مستهلك، فبالتالي يستهلك أكثر مما يعطي، فهذا يؤثر على اقتصاديات الدول. كذلك البطالة اليوم تعتبر مقياس لمدى نجاح الحكومات من فشلها. أي حكومة تطلع في أي دولة من أول أولوياتها القضاء على البطالة، الحد من البطالة، تقليل معدلات البطالة، توفير فرص عمل، فهذا يعتبر مقياس لها في أي دولة. الحكومة قدرت توفر فرص عمل للناس فتعتبر حكومة ناجحة. صحيح. حكومة لم توفر فرص عمل ولم تفي بالتزاماتها ووعودها تعتبر حكومة فاشلة. أيضا تعتبر البطالة معيار لمدى تحضر مجتمع من تأخره. من ضمن الأسباب مثل ما ذكر الأستاذ ماهر، أيضا كذلك أنا أعتبر الأسباب في أسباب شخصية عند الأشخاص أنفسهم، في أسباب أسرية، في أسباب متعلقة بالحكومات، في أسباب اقتصادية مثل ما ذكر الوضع اللي نعيشه اليوم. الأسباب الشخصية اللي هو أحيانا نحن نقول غياب المسؤولية عند الأفراد. فبعض الأفراد صحيح أنه ممكن يؤهل نفسه يدرس في الجامعة لكنه لا يوجد طلب حثيث على العمل، لأن مثل ما ذكرت الأخت أنه من ضمن الشروط أنه يكون في طلب مستمر، طلب حثيث. فتلاقي واحد يخرج من الجامعة يعمل له عدة سيفيهات، عدة ملفات، يقدمها في أكثر من مرفق ومنتظر الوظيفة ولا يفكر في مصدر دخل آخر غير الوظيفة، وهذه أحد المشكلات اليوم. حتى نحن نقول يعني الوظيفة مثل ما نقول لا تعتبر بطالة مقنعة أحيانا. يعني مثلا تخيل أنت أنه الكل جالس ينزل من الجامعة ويبحث عن وظيفة. طيب ما نظر إلى المشاريع الخاصة، برغم أن المشاريع الخاصة اليوم تعتبر أمان. اليوم بعض الناس يقول لك الوظيفة أمان، أنا أختلف معهم، المشاريع الخاصة هي الأمان. أنت لما تتوظف يعني كم راتبك في الوظيفة؟ راتب محدود. راتب محدود في الوظيفة، لكن عندما يكون مشروعك الخاص موجود فأنت كم توفر لأهلك؟ إذا سمح الله رب العالمين أخذ أمانته وانتقلت رحمة الله تعالى، أولادك وأهلك من بعدك لديهم مشروع مستمر يدر لهم دخل أكثر مما ستلاقيه موجود في الوظيفة. من ضمن الأسباب مثل ما ذكرت هي موضوع التوجيه، خلينا نقول التوجيه المهني. أقصد بالتوجيه المهني لا أقصده أنه توجيه الناس إلى مهن معينة بقدر ما أقصده توجيه الأهل أولادهم إلى مهن يريدينها هم الأهل الآباء. فتلاقي مثلا أب أو أم دكتور أو محامي أو قاضي أو أيا كانت صفته، حتى يعني ميكانيكي أعمال مهنية، فتلاقي لازم يطلع ولده ميكانيكي زيه، يورث المهن الآباء، لازم يطلع ولده دكتور زيه، لازم يطلع من أسباب البطالة. طب أنت لما تكون كشاب تتفاجئ أنه هذا ليست ميولك، هذه ليست رغباتك، هذه ليست ما تريد أن تكون فيه، لكن نتيجة للظروف المحيطة عندك في الأسرة اضطرتك اتجاه معين، فتتفاجئ فيما بعد ليس هذا الطريق الذي أريد أن أسلكه.
بالتالي هذا انا اعتبره سبب من اسباب البطاله. طيب جميل جدا ما طرحته. برضو بالاضافه عفوا للزملاء ممكن نقول انه مش في دولتنا ولكن في الدول المتقدمه بدا دخول الالات الحديثه في الصناعات، صناعه تطور الصناعه هو احد الاسباب في انه زاد عدد البطاله. يعني يمكن عندنا مش موجوده الصناعات بكثره وتطور، لكن لو بنجي بنقيسها على المصانع مثلا نلاقي ان في نزول الوظائف في المصنع كانت تعتمد على الكادر البشري، فجأة جاب آلة دخل آلة نزل مجموعة كبيرة، هنا زادت في معدل البطالة. هي فعلا الميكنة هذا والأتمتة، بس هي أتوقع أستاذ أمجاد أنه توفر نوع من البطالة لوظائف معين ولكن تفتح مجالات أخرى، تفتح مجالات أخرى. بس برضو تلاقين أنه في أشخاص يوظفون الآلات الصناعية من عشان توفر لهم دخل، يعني تقلل ان انا بجيب اله بتوفر علي قيمه 10 6 اشخاص، تقليص العماله مشان بالضبط. برضه بتعطيني اكثر العماله، فيعني بدل ما اجيب شخص يشتغل 8 ساعات الاله حتشتغل لي على مدار يوم كامل، احتماليه كبيره، وبالتالي بقلل انا كمدير مصنع او مدى بقلل في اني اصرف على موظفين يشتغلوا لي 4 ساعات في اليوم او 5 ساعات. هذه برضه في الجانب من جوانب العطل، وهو بدل الازدهار الاصطناعي في الموضوع. صحيح. من الجوانب الاخرى برضه عفوا اي اصلا متى ظهر مفهوم البطاله؟ لما اتجهوا الناس للتجارة الصناعية، لكن من قبل لما كان المجتمعات ريفية، فتلاقي هي الأسرة متماسكة مع بعضها والكل يعمل بحسب قدراته وطاقاته، والأسرة هي توفر ما تريد في المجتمعات الريفية. لكن لما دخلت الصناعة ظهر عندنا مفهوم البطالة. بس لما ظهر الصناعة المجتمعات الصناعية والمصطنعات المزدهرة يعني الإيجابية اللي فيها أنها هي تصلح نفسها بنفسها، هي تتعلم من نفسها، فهي توفر فعلا زي ما قالت الأستاذة، وهو من الأسباب اللي طالع أنه في مجموعة من الوظائف تلتغي ولكن أيضا تفتح مجالات أخرى وأكبر للوظائف. تلاقي الدول المتقدمة يعني زي الولايات المتحدة زي اليابان والصين، فأصبحت مجالات جديدة للعمل يمكن نحن ما عرفنا عنها. بل الآن في إحصائية طلعت عليها أنه 60% من الوظائف قلت تلتغي وتظهر وظائف جديدة وتظهر تخصصات دراسية جديدة. أحب أن أسألك يا أستاذة أمجاد، بناء على ما طرحتي هذا من أسباب البطالة، من المسؤول عن تفشي البطالة في بلادنا؟ هو ما في أحد معين نحط عليه المسؤولية، جميعنا شركاء في هذه المشكلة. لو بنقيس المشاكل، في عندنا مشاكل اقتصادية اللي هو التضخم، الحروب أحد الأسباب في اللي نشرت البطالة، برضو مع الأخوة اللي ذكروها من الأسباب، جميعنا تتضح أنه ليست البطالة بسبب فئة معينة. قد تكون إحنا كشباب أيضا في شركاء في هذه المشكلة، أنه ما طورنا نفسنا، نخرج من الجامعة 4 سنوات نظري فقط وندور على وظيفة بمبلغ محترم براتب محترم في مكان محترم. طيب هل أنا عندي التأهل لذي الجانب؟ ما عندي التأهل في الجانب، هنا بيكون قصور مني أنا كطالبة جامعية مثلا على سبيل المثال. صحيح. القصور أيضا من صاحب المشاريع نفسه. القياسات اللي يتم فيها حل أو وضع حلول لمعالجة البطالة هي عبارة عن مشاكلات تصنيفي في مواقعنا، نكون واقعيين، عبارة عن تصنيف. أنا اليوم عندي بطالة كرئيس حكومة أو أيا كانت المهنة أو كصاحب مشروع، أنا بوفر شغل، هل الشغل يتقضي مع حاجة المجتمع له؟ هل إني ببني مصنع، أوكي أنا عندي رأس مال ببني مصنع، هل الفئة اللي بستهدفها في المصنع يبغوا بيشتغلون في مكان المصنع؟ لا. إذا إحنا لازم قبل ما نحل المشكلة ونجيب أسبابها وعليها نقيس المجتمع نفسه، نشوف هل التركيبة المجتمعية قابلة أنها تشتغل في هذه الوظيفة، هل عندها القدرة، هل عندها المهارات بالتالي أني أنا بوفر مكان شغل لهذه الفئة. لو افترضنا على سبيل المثال أنا عندي توجيه أني أسوي مشروع وبصنف عليه كادر معين، هذا الكادر عبارة عن خريجين جامعات شباب، ايش المشروع اللي بيطبق على جميع التخصصات؟ ما خصص تخصص معي اروح اسوي لهم مصنع، هنا في تركيبه غلط. صحيح. عدم فهم الوضع الحالي، الوضع للطالب نفسه، مهاراته، هل هو متمكن في الوظيفه اللي انا بطرحها فيه. هذا يدخل من ضمن الاسباب، من ضمن الاسباب والمشاكل بالضبط. والمسؤوليه انت ما تلاقي نحملها على طرف واحد، مسؤوليه مشتركه للجميع، المسؤوليه مشتركه في الجميع. نفس الشيء انا اشوف انها مسؤوليه مشتركه من طالب الوظيفه، هو نفس الطالب يعني او طالب الوظيفه. فكثير زي ما قالت الأخت أمجاد أو أستاذ أمجاد أنه هو الطالب أساساً، وكلنا كنا في يوم من الأيام طلاب. صحيح. وكنا كان عندنا طموح ونزلنا من الجامعة حاملين شهاداتنا، وكنا متوقعين أن المجتمع بيرحب بنحنا وبيأخذ نحنا بالأحضان، ربما نحن الجيل اللي أقدم شوية كذا حصلنا فرص، لكن الأجيال الجديدة لا، الفرص قلت. فهو واحد من أو يتحمل المسؤولية هو نفسه صاحب الوظيفة نفسه، هل أهل نفسه زي ما قالت الأستاذ أمجاد معيد كلامها، فهذا أيضا نحمله هذا الشيء. الشيء الآخر الوضع الحالي اللي قلنا عليه، وأيضا رأس المال، يعني نحن كحضارة الآن عندنا رأس مال كبير يعني، لكن هذا رأس المال ما استفاد منه أبناء البلد. تقصد رأس المال عند الأسر ولا رأس المال؟ رأس المال التجار الكبار، بمعنى أنه كيف أفتح مشاريع تستوعب كمية الشباب هؤلاء.
قبل فترة لو تذكر سالم انه كثير من الشباب يقول لك خلاص انا بروح السعودية بغترب وخلاص الهجرة ولا زال لكن الان بدأت الهجرة الى اوروبا النزول اليوم المجتمع السعودي او المملكة خلاص ما عاد تتقبل المجتمعات الخارجية لان عندها ابناء هل مشاكلها الداخلية لذلك الرأس المال اليمني الحضرمي على وجه التحديد لابد ايضا يساهم في هذا الشيء يعني فتح المشاريع اللي استوعب هذه العمالة ايضا نحن نقول الرأس المال والتجارة الحضرمية جزء من المشكلة وهي ايضا جزء من الحل يعني نجد ان التاجر الحضرمي عنده مصنع مثلا في كينيا او مصنع في السعودية او ما شابه ذلك طيب هل ممكن يفتح المصنع هنا واكيد يقول لك ممكن بس ايش هي امان وايش فهي مسؤولية مجتمعية على الكل من الدولة إلى الأسرة إلى صاحب الطالب الوظيفة وفي الوسط رأس المال وغيرها الجامعة الحكومة أيضا فيها دور أكيد كلها كمسؤولين كلهم شركاء في إيجاد حلول وفي خلق مشكلة أيضا كذلك لا ننسى أيضا دور الجامعة أخي سالم يعني في فجوة بين سياسات الجامعية مع سياسات التنمية بالتخصصات اللي موجودة اليوم في الجامعة هل فعلا تلبي سوق العمل؟ والله ما زلنا نعلم وندرس الطلاب بالآلاف سنويا ومع ذلك يخرجوا إلى الواقع ولا يجدوا أي فرصة عمل فهذا تعتبر إضافة للبطالة طيب هاني أحب أسألك بناء على ما طرح السوانا عرفنا الآن ما معنى البطالة إيش أسباب المسؤول ما هي الآثار المترتبة على البطالة على المجتمع بالنسبة للأشخاص في آثار نفسية أيوة. على الأشخاص في آثار نفسية يعني أنت كشخص تصبح من الصباح إلى الليل ولا عندك أي حاجة تعمله فهذا ممكن في يوم من الأيام يؤدي بك إلى انحراف يعني الفراغ قاتل حالة اكتئاب ممكن تزيد معدلات جريمة أنت في النهاية تبغى دخل فأنت لما تنزل للشارع عند أصحابك تلاقي أصحابك كلهم شغالين كل واحد ما شاء الله تبارك الله عليه جيبه مليان طب أنت إيش معك كل واحد فيهم قادر يشتري اللي يبغاه أنت إيش معك حتى لو قلنا يعني السلوك الخاطئ موضوع القات مثلا يعني أيضا أنت يعني أصحابك ما شاء الله قادرين كل واحد يعني قادر يشتري القاتل اللي يبغاه وانت ما عنده تضطر تسرق صحيح تضطر تنهب تضطر تنصب يعني ارتفاع معدل الجريمه يزيد بسبب البطاله فهذا بالنسبه للاشخاص كذلك بالنسبه للاسر في يحصل تفكك اسري انت ما انت قادر توفر اشياء اساسيه لاسرتك لاولادك لزوجتك لامك لاخوانك لاخواتك فهذا برضه يعني يؤثر نفسيا تتفكك الاسره وزي ما تفضلنا انه يعني اذا قسناها على مستوى الدوله فتؤثر على مستوى الدوله ويقل الانتاج الاجمالي للدوله جميل ممكن اضيف حاجه بس هنا حتى يؤدي للركود الاقتصادي فلو الافراد كلهم يشتغلون وعندهم فلوس اكيد بنخري بنشتري حاجاتنا ورغباتنا في اشياء كثيره جدا بيزيد الطلب بيزيد يعني الطلب على المنتجات الموجوده بتزيد الدوره الاقتصاديه لكن نحن عاطلين عن العمل او شباب يعني زي ما تفضلت 60% رقم مهول جدا ومفاجئ صراحه يعني ويمكن الان وصلت للدرجه الكبيره بسبب الحرب وتداعيات طبعا استمتعنا بس خلونا احنا نذهب الى فاصل ونعود نواصل نقاشنا مشاهدينا الاعزاء نذهب الى فاصل ثم نعود نواصل هذا النقاش الشيق حول موضوع البطاله وقله فرص العمل في بلادنا أعزائي المشاهدين قبل الاستمرار في حلقتنا دعونا أن نذهب لاستطلاع ميداني ونسأل فيه عينة عشوائية من الناس ما هي أسباب البطالة؟ البطالة قلت لك يعني أنه الآن أنت الحياة الاجتماعية هي سبب البطالة أصلا وبرضه الظروف السياسية اللي تمر بها البلاد يعني حكومتنا نحن ما أعطت للمواطن حقوقه يعني من حق التعليم مشان يكمل من حق العمل الادوار الحكوميه يعني ما تلبي مطالب الا هذا الاداري يجيب اقاربه وهذاك الاداري يجيب اقاربه وهذا المديره بتجيب اقاربها وهذاك المدير بيجيب اقاربه يعني ظلوا الناس يعني متحيرين كيف يسوي يعني ابنه ما يقدر يكمل دراسته بنته ما تقدر تكمل دراستها يعني يخرج من المدرسه يهيج يقول له ابوي إن انت ما بتعطينا شيء مثلا فلوس حق مدرسه بس قباتنا نسرح يعني لا الشخص بيسرح من هنا بيتحرك من عندنا هنا الى ثانويه من الثانويات يبغى 1000 ريال تحت يده اقل حاجه والوالد حقه تحصله ما يملك يرجع ابوه يتغاضى يشوف ابنه في حاله سيئه من الاهمال ويتغاضى ما يقدر يلقى شيء اسباب البطاله تكمن في البدايه في هرم
السلطة. شفت كيف؟ هناك في هرم السلطة موارد وهناك اتجاهات، ولكن عدم الاستفادة من هذه الموارد وتشغيل الشباب شفت في هذه الموارد وإتاحة الفرص شفت للاستثمار، هذه تعزز من تعزز وتخفف من البطالة في المجتمع. هناك مشاريع يتم، هناك مشاريع المفروض يتم دراستها دراسة لها من قبل السلطة المحلية من أجل أن يستفيد قدر من الشعب في من أجل عمل أن يعمل وأن ينتج وأن في هذه المجالات كالمصانع كالمشاريع المجتمعية زي هذه. مش أنا أعطي إنسان هذا مشروع أعطيه مقاول نفر واحد، ولكن لا، هناك ضروري من خطط تدرس من أجل هذه المشاريع يستفاد أكثر ممكن من هذا. ممكن يكون مؤسسة في مجال الطرق، مؤسسة مجتمعية تتبع المحافظة شفت، من أجل أن يكون لها هناك عمالة ويكون لها اتجاهات من أجل انتشال البطالة في حضرموت. أسباب البطالة هو يعني قل العمل، قل الأعمال، قل التشغيل، يعني قل الوظائف اللي تقل، يعني نحن حتى يعني نحن ما فيش يعني أعمال للشباب، وبالتالي بتم عاطل كثير من الخريجين، يعني تحصلهم يتجهون أحيانا للأعمال ما هم راغبين فيها، بس يضطرون للعمل بسبب أنه ما فيش عمل في الحياة المدنية. لكن لو توفرت الأعمال المدنية وتوفرت الأعمال في المصانع وفي الإدارات وفي المؤسسات للشباب بتقل عملية البطالة في 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 هذه البلاد. كل ما فتح مجال للتشغيل، كل ما فتح مجال للده بيكون هو عامل اساسي لتقليل البطاله في البلاد. يعني والله اسباب البطاله هي يعني قله التعليم اولا، يعني في شباب ما عندهم مؤهل دراسي، وثانيا اسباب البطاله هي يعني قله الوظائف، يعني هناك ما في وظائف من الدوله قد فتره كبيره ان ما في وظائف، وبسببها تزداد عدد الشباب يعني ما يحصلوا وظيفة، ما يحصلوا لهم عمل، بسببها هذا ازدادت البطالة. في اعتقادي الأسباب البطالة أسباب كثيرة، أبرزها يكمن في عدم وجود، أولا عدم اهتمام الدولة بالشباب وبمخرجات التعليم وتوفير لهم البيئة الصحية والبيئة الملائمة و من أجل استيعابهم في سوق العمل. الشيء الآخر عدم وجود مشاريع استثمارية ومشاريع بنية تحتية ممكن تستوعب هؤلاء الشباب في شتى المجالات وفي كافة التخصصات. التخبط في اعتقادي الإداري الذي تنتهجه الدولة في التعامل مع كافة الأمور بما يتعلق من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية، وعدم وجود رؤية واضحة حقيقة واستراتيجية واضحة لدى الدولة خلال 8 سنوات، وبالتأكيد هذا الأمر يرجع لأسباب منها الحرب ومنها انتشار واستفحال الفساد في قطاعات الدولة سواء كانت الإدارية أو العسكرية. كل هذا الأمر أدى إلى وجود بطالة وازدياد معدلات البطالة بين الشباب. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، نواصل حديثنا حول البطالة. أستاذ ماهر، وأنت موظف حكومي، هل فايض العمالة في المؤسسات الحكومية تعد من البطالة؟ بالنسبة للتعريف البطالة هم لا يعدون من البطالة، لكن فعلا احنا عندنا موظفين كثر في الدوائر الحكومية، والبعض منهم ربما فائض عن العمل، لكن هؤلاء يتقاضون رواتب أستاذ سالم، وأي شخص يتقاضى راتب فلا يعد من البطالة. صحيح أن الراتب لا يغطي احتياجاته، بس كما يعد من البطالة في أنواع البطالة المقنعة، يعني البطالة هذا لا تستثمر، يعني ما في لها إنتاجية بقدر أنها يمكن المؤسسة الحكومية تحتاج 100 موظف هذا تحصله.
ألف موظف. نعم، وهذه دائما مشاكل الحكومة، الحكومات بشكل عام، يعني إنه توظف من أجل تقليل العمالة وتقليل البطالة يعني. وبالتالي لا أرى أنها من البطالة، ربما من البطالة اللي عرفناها على منظمة العمل الدولية، لا يعدون من البطالة، لأنه هو الباحث عن العمل اللي قادر يبحث عن عمل وعنده القدرة وراغب في هذا الشيء. لكن هؤلاء أساسا يتقاضون رواتب شهرية، صحيح قلنا أنه لا يغطي احتياجاته لكن لا يعد بطالة، لكن ربما نقول عمالة فائضة، ربما نسميهم من العمالة. بس انت تراها انه لا تعد من البطاله، لا تعد من البطاله، حتى وان سمي بطاله مقنعه لا. ربما هي بطاله مقنعه، وكثير كثير من انواع يعني البطاله. تروح مكتب دائره حكوميه، ونحن كل يوم نروح بتلاقي الاعداد كثيره جدا، احيانا بعضهم ما له عمل يعني يؤديه، ما له عمل. صحيح. وبالتالي تجده احيانا ان جاء وان ما جاء وهذا طبعا ما هي اشكاليه عندنا في اليمن، ايضا في الدول العربيه كثير فايض الدول. نعم، فايض اعمال كثير. طيب انت انا مع انها بطاله مقنعه، بطاله مقنعه. يعني المحر معروف ان البطاله انواع، البطاله الكلاسيكيه والبطاله الدوريه والبطاله المقنعه وغيرها. الكلاسيكيه المقصود بها انه حجم الطلب على الوظائف اقل من الوظائف اللي موجوده. البطاله الدوريه المقصود بها انه مثلا اللي هذا المهتم بايش بالانتاج، يعني على برضه على حسب العرض والطلب. فاحيانا مثلا تلاقي بعض الاعمال موسميه، فوقت الموسم بيزيد الطلب عليها، فبالتالي صحيح. يحتاجون على عماله اكثر، وغير الموسم يضطروا الى تسريح بعض العمال الى ان يبدا الموسم الاخر. لكن مثل ما تفضل انه موضوع الوظائف الحكوميه انا اعتبرها من البطاله، وتعتبر مع الاستاذ ماهر بالتاكيد يعني تعتبر لانه فعلا اخي سالم احيانا تخيل انت تروح الى مرفق حكومي، تدخل مكتب عندك معامله، تلاقي واحد عند الباب لو سمحت يقول لك والله شوف محمد، تدخل عند محمد يشوف محمد يا ابو سعيد وقع له، يا ابو سعيد وقع ويقول لك لا شوف دحين شوف اللي حصلته عند الباب هذاك، روح دحين خله يختم. طب ما هو اصلا واحد يقدر يلقي الحاجه هذه كلها. بس على فكره الاستاذ ماهر كلامه ممكن ايضا يقول لك اساسا مستجلين كموظفين تقاضوا مرتب. المشكله تدري فيه. يعني هو يعني الفايض فايض عماله تعتبر بطاله. المشكله فين تدري؟ انه الدوله او الحكومه لا تستطيع تسريح هؤلاء ما دام انه ملتزم اقل حاجه بالدوام الرسمي. اكيد، لانه هناك قوانين الحكومه لديها مجموعه من البيوت، عشان كذا المشكله ستظل موجوده في هذا المرحله. مهددين بالاخير. انت اول شيء تشوفينها بطاله ولا ما بينهم صراحه؟ ما بين انها هي ممكن انها صنفها نوع من البطاله، لكن ما هي بطاله انه ما عنده معدوم بالخالص، مش قادر يدخل حتى جزء من احتياجاته الخاصه، ولكن ممكن نقول انها ما بينهم، بحيث انه هو مهدد باي وقت انه يخرج. لما يكون في ايضا التزام وقوانين وتفعيل للقانون، فهذا الموظف المتعاقد خاصه لو بنلاحظ عندنا متعاقدين في الجانب التعليم بكثره، مهددين هذول باي لحظه انهم يخرجون، وهم مجرد تغطيه احتياج في فتره معينه، سواء كان موسم او في نسائي ولدين مدرسات وشيء، فيجيبون وحده متعاقده معينه لدى شهر شهرين، وبعد الشهر شهرين تستأنف الموظف الاساسي وتخرج هذه. صحيح. فالموضوع مهدد، انا بستمر شهرين وبعدين انا مضطر ان ادخل في اعمال مؤقته. متعاقدين. طب استاذ امجاد، هل الجامعات اليمنيه تكرس البطاله؟ نعم، مع الأسف نعم. ليش الجامعات تكرس البطالة؟ هي الآن تحاول تقليل البطالة. هي تحاول من جانب فقط إعطاء شهادات. الشهادة ممكن أجيب أخذ شخص مقارنة أنا كربة عمل أو مشروع أبغى شخص ماهر عنده خبرة. فمن ضمن الشروط للتقديم على الأعمال تلاقي الخبرة أقل شيء ما يقل على سنتين. لما تخرج من الجامعة 4 سنوات في الجامعة أو أكثر، ينزل لسوق العمل ما عنده خبرة، ما عنده مهارات مكتسبة لا من الجامعة ولا من سوق العمل، فبالتالي أنا بتعب في إني أوظفه وأعيد صياغته وتأهيله. بس هذه الجامعة بتقول لي مش مشكلتي، هذا بس مشكلة الجامعة طالب العمل. تقدر إنها تكون فيها تنسيقات مع التخصصات معينة. لو افترضنا على سبيل المثال تخصصات الإدارية، ممكن الجامعة تروح مع مؤسسات يكون بها شراكات، اللي هي فتح زمالة أو تطوع، اللي نقدر نسميه تحت منظور التطوع، يتم تأهيلهم تدريبهم بحيث إنه لما يخرج يكون عنده CV ممتاز يأهله للسوق العمل، ما بين الجانب النظري والعملي، لأن الجانب النظري وحده ما بيكفيش. هذا المجال نتكلم على حاجة الجامعات أيضا من مسؤولية الجامعات، التوجيه المهني يسمونه، ذكره هاني كيف يساعدونه في السيرة الذاتية البحث عن وأيضا كتخصصات، هل تشوفين تخصصات الجامعة تلبي احتياجات سوق العمل؟ اليوم لا، اليوم في تخصصات مجرد فقط كثرتها، ولما ينزلوا من سوق العمل تلاقي انهم عندهم فايضة، وعندهم برضو موضوع الفساد موجود اللي هو موضوع الواسطات، يخرجون 4 سنوات وما اكثر وعندهم مهارات وتطوع وما الى ذلك، فلما يخرجون يقدمون على وظائف لا يجيب لك واحد قريبه او واحد يقرب له ويطرح في الموظف وهو ما عنده اي اللي عند الجامعي،
فبرضه هنا الفساد موجود في كل مكان، في كل التقصير موجود في كل مكان، سواء كانت من الجامعة نفسها، من الطلاب نفسهم، أو من سوق العمل نفسه. المتطلبات هنا، نحن اليوم في تطور مع المتطلبات سوق العمل العالمية، لكن بحكم دولتنا، بحكم الاقتصاد المنهار، بحكم الحروب، احنا في تأخر نوعا ما. صحيح. عن الموضوع. فأيضا الجامعة ماخذة فقط جانب نظري، ما تلبي احتياجات السوق. ينزل الطالب في واقع صادم، مواقع مرير، اللي أنا درست 4 سنوات ما استفدت ولا شيء من الكتب والملازم اللي قاعدة أرصها، غير إنه لا، الواقع اللي في السوق العمل يتطلب مهارات، يتطلب تأهيل. صح. فمن واحدة من الأهم الأشياء إنه يكون في أما زمالات أو تطوع في مؤسسات أو في شركات أو حتى في الدوائر الحكومية، ترسم الطلاب، ترسم الطلاب إنه يتم تأهيلهم، تطويرهم، بحيث إنه لما يخرج يكون في تأهيل على طول رصد في السوق العمل. جميل جدا. هاني، أنت تشتغل في القطاع الخاص، ما تلاقي القطاع الخاص يوفر آلاف فرص العمل بشكل دوري؟ يعني فرص العمل كثيرة، ولكن الشباب غير مؤهل. يعني أساسا ما في البطالة. البطالة الإشكالية ليس عند عدم توفر فرص، ولكن عدم قدرة الشباب على اقتناص الفرص وشغلها. صحيح. ونحن ذكرنا أنه واحد من أسباب البطالة هو الشخص نفسه. هذا السبب الرئيسي، الشخص نفسه. لكن قبل ذلك معلش خلونا عقب، بس يعني عشان ما يفهم كلامي بطريقة خاطئة. أنا قبل الفاصل ذكرت موضوع أنه لازم الواحد يشتغل عشان إيش لما يخرج، وذكرت موضوع القاعد، فلا يفهم من كلامي على أنه لازم الواحد يشتغل علشان يروح يشتري قاعد. أنا الحمد لله لا أخزن، ويعني بفضل من الله عز وجل، ولا أدعو إلى هذا الشيء، فلا يفهم الكلام. لكن يعني أتكلم أنه مشكلة قائمة عندنا اليوم، أنه صار معظم الشباب جل اهتمامهم حق التخزين. فلازم يعني حتى إذا هو بيشتغل، حتى إذا بيروح بيسرق، حتى إذا بيروح بيرتشي، بيعمل أي حاجة وهو في مرفق ويشتغل عشان بس يوفر حق القاعد. فبالتالي هذا برضو يعني احدى الآفات اللي موجودة عندنا. فرص العمل كثيرة الشباب، فرص العمل كثيرة جدا. أكد المعلومة، أكد المعلومة، فرص العمل كثيرة، لكن من يقتنصها؟ الشاب اللي مهل، الشاب اللي عارف فين يبغى، اللي راسم مساره فين يقدر يوصل. اليوم تفضل الأستاذ ماهر قبل شوي، الإخوة الوافدين من 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 دول الخليج، من السعودية أو غيرها، كم فتحوا فرص عمل موجودة اليوم عندنا موجودة؟ وهذا أكبر دليل لأنه مؤهلين كانوا، لأنه مؤهلين، مؤهلين لا، وشافوا شيء هناك مش موجود في اليمن، فهم نقلوا الخبرة اللي كانت موجودة في المملكة. صحيح. العربية السعودية، ونقلوها إلى عندنا. شوف ما شاء الله تبارك الله كم مطاعم فتحت، كم مشاريع صغيرة فتحت. تخيل أنت كل مشروع، لو قلنا بس يعني كل مشروع تحته 3-4 موظفين، فكم فتحوا بيت. أيضا كذلك صندوق دعم الشباب اللي موجود، اللي إنشاء المحافظ السابق، يعني خلال السنين اللي موجوده فيها يمكن 193 مشروع دعموه. يعني تخيل 193 مشروع، تتكلم انت لو قلنا يعني تحت كل مشروع 3-4 موظفين، تتكلم عن حوالي من 600 الى 800 شخص فتح بيت. انا اقول تجربه، تجربه مصريه عملت في 2011 لشركه اسمها فلات 6 لابس. هؤلاء يدعون انفسهم يعني باختصار مسرعين اعمال، لكنهم يعني فرصه. انا اتكلم انه لو احد من التجار او جهه من الجهات تتبنى هذه الفكره، تخيل انت ان هذه الشركه كان عملها ايش؟ ينزلوا اعلان الناس مستعدين انهم يمولوا مشاريع، يحولوا الافكار الى مشاريع. تمام؟ بيجيبوا الافراد، يعملوا تصفيه، تتقدم احيانا لديهم اكثر من 500 طلب، يصفوا على 20 شخص او على 20 مشروع. يجيبوا ال 20 هؤلاء ويأهلوهم مع فريق الاعمال اللي عندهم، ويساهموا معاهم، هم يعطونهم تمويل. يعني في مصر يعطون الى حد نصف مليون جنيه. في السعودية موجودين يعطون إلى حد 60-70-80 ألف دولار، وغيرها من دول الخليج، في الإمارات برضو كذلك. فتخيل أنت أنه مع أنهم يعطون للتمويل، لكن يعتبرون لأنفسهم حصة من 10-15% كشركة. فتخيل أن هذه الجهة لما تعتبر شريكة معك، مستحيل تخليك تطيح، مستحيل تخليك تفشل. فإذا شافت أنه في خلل عندك بتعالجه سريع، لأنه تعتبر نفسها شريكة معك. فتخيل أنها لو كانت شريكة مع كذا 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 مشروع، كم ممكن لها كشركة من عائد. كذلك أصبحوا اليوم بعض البنوك العالمية يدعمونهم ويقدمون لهم تمويل عشان يستمروا. وهذه تجربة مهلهمة بالذات، حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، إنها تساهم في تأسيس المشاريع الصغيرة، وهذاك حل البطالة. وأنتقل الأستاذ ماهر، بالذات أنتم في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر شغالين كذلك في احتضان الأعمال، دعم المشروعات الصغيرة، هل ترى بأن المشروعات الصغيرة حل لمشكلة البطالة؟ أشوف أنه في وقتنا الحالي هو الحل الأساسي. ليش؟ لكل بطالة الشباب الآن الموجودين. احنا لما ندعم بعض المنشآت القائمة الموجودة، فنحط من ضمن المعايير انه هل بتضيف عمالة جديدة، فإضافة 2-3 من العمالة نعده واحد من مؤشرات نجاح دعم هذه المشاريع. المشاريع الصغيرة سالم هي المفتاح الحقيقي
التقليص هامش البطالة الموجود عندنا، لأن زي ما تفضل الأخاني إنه فعلًا في عندنا فرص عمل، ما بقول إنه البلاد بدون فرص عمل، في عندنا فرص عمل كثير جدًا، بس كيف نقتنص هذه الفرص من قبل الشباب؟ كثير مشاريع اللي بتخرج على الشارع بتشوف الكافتيريات والبسطات بيع بعض الفلافل، بعض العطورات، بعض كثير أشياء، في نساء اليوم في البيوت تشتغلن. يعني وهي جالسة في البيت ولا تسوي حاجة، يمكن على الانستغرام وعلى بعض المواقع التواصل الاجتماعي صحيح. تشتغل وعليها ولها دخل، فالعمل لا يقتصر اليوم انك لابد تنزل الميدان، اصبحت فرص عمل كبيرة جدا. فالمشاريع الصغيرة هي واحد من اهم الاشياء اللي ممكن تساعد في تقليص البطالة، سواء كان انشاء مشاريع جديدة او دعم المشاريع القائمة لكي تتوسع وتستوعب كثير من الشباب العاطل عن العمل. لكن زي ما تفضلت الأستاذة أمجاد إنه نحتاج الشاب المؤهل. اليوم أصبحت الشهادة مجرد طبقة ورقة لا قيمة لها. قل لي من أنت، إيش المهارات اللي عندك؟ حقيقة كلنا نزلنا من جامعات ونحن كنا ما عندنا المؤهلات والخبرات الكافية، لكن أحيانا الواحد يجد فرصة. لذلك أحط من ضمن المقترحات إن الجامعة هي كنا لما ندرس في الجامعة ننزل السنة الأخيرة كنا ننزل جزء تطبيقي. جميل جدا. هذا لدينا سؤال، إيش المقترحات والتوصيات؟ فهي واحدة منها المشاريع الصغيرة، وأيضا الجامعة لها دور كبير جدا، يعني بالذات الخريجين الجامعات وأيضا المشاريع الصغيرة، لأنه كثير من دول العالم النامي بالذات الهند بنغلاديش هندون ركزوا على المشاريع الصغيرة لامتصاص البطالة وحققت نجاحات باهرة حسب تقارير الأمم المتحدة. الأستاذ أمجاد، ما هي الحلول الممكنة لتقليل معدلات البطالة في بلادنا؟ أنا أقدر أعطي 6-7 حلول وأقول يلا اشتغلنا، ولكن الموضوع ما يقتصر فقط على هذا، ممكن نقول إنها مقترحات، لكن اللي نقيس فعلا حقيقة وضع حلول يحتاج إلى دراسة مجتمع، دراسة الشباب، احتياجاتهم، مهارات اللي عندهم، فبالتالي على ضوء ذلك قياسة أيضا المجتمع نفسه، تغيرات المجتمع، تقبله لبعض الأعمال. هل أنا اليوم كأحد الأشخاص اللي أقدر أضع حل وحل جدري، هل بحلها على طول على ضوء الهامش وضع حل وقول يلا اشتغلوا فيه؟ لا، الموضوع يحتاج إلى دراسات خلينا نقول دقيقة أو صحيحة في فهم الوضع الحالي، فهم الشباب احتياجاتهم، فهم أيضا سوق العمل. الدولة نفسها تحتاج إلى احتياجات لكي تنمي اقتصادها وانتعاش اقتصادها، فالموضوع كله أولا يبنى على سياسات عامة يتم عملها سواء من قبل الحكومات أو من قبل الأشخاص أصحاب رؤوس الأموال لكي يتم أيضا سد الفراغ في هذا الموضوع. يعني وجهة نظرك أنه تكون هناك دراسات لفهم المجتمع وتحديد الاحتياجات وأيضا تكون سياسات عاملة، هذه هي الحلول ممكن لتقليل معدلات البطالة لكي يتم أيضا سد الموضوع. أما الحلول نقدر اليوم كلنا حتى في الشارع أقدر أطلع، بس طرحتي أنت حلول عملية، يعني أيضا الدراسات والسياسات لي حلول. أيوة تعتبر من ضمن الحلول، لكن هذه الحلول اللي هي أكيدة، يعني بتطلع نحن نتائج فعلية ونتائج صحيح. إحنا بدل ما نلف وندور ونضيع رأس أموال ونجيب أشخاص مش في مكانهم، هذه بتعتبر حل مشكلات جملة، هذه الحلول الجدرية والأساسية ممكن نطرح فيها. من جهة الجامعة ممكن زي ما طرح الأستاذ أنه تأهيل كيف حيكون؟ يا أما في سنة التخرج آخر سنة يكون في تطبيق عملي من جهة الجامعة للشباب، أو يفتحون باب تطوع الزمالة في بعض الحكومات، تفتح زمالة للطلاب لكي يكونوا زملاء مع مسؤولين مع أحد الإدارات المؤسسات، فبالتالي يكون وأيضا كلهم راتب على فكرة في موضوع الزمالة. هنا أنت بتعطي طالب فرصة أنه يتعلم ويتأهل، فبالتالي صح. تأهيله حيكون بشكل مستمر. جميل جدا. وهذه على فكرة تجارب ناجحة الكثير من الجامعات العالمية، تخصص فصل دراسي للطلاب للتدريب في الشركات. بس ما كانوا يعطون شهادات عليها، يعني في اليمن هنا ما في شهادة، لكن في الخارج نحتاج أن نحصل كطالب خريج على شهادة خبرة في هذه الست شهور اللي اشتغلت فيها. على فكرة في المؤسسات بالذات المنظمات الدولية والمحلية الكبيرة لا تصرف شهادة التلمذة المهني، وهذا يقر على فكرة قانون العمل. أيضا أستاذ ماهر، ما هي الحلول الممكنة لتقليل معدلات البطالة؟ والله الحلول كثيرة جدا، من ضمنها حلقتك سالم اللي طرق هذا الباب، أعده واحد من الحلول، لأن احنا فعلا طرقنا الباب، في مشكلة عندنا والاعتراف بالمشكلة هو جزء من الحل. لذلك نحتاج حلقات نقاش، الجهات ذات العلاقة تحتاج أنها تتناقش في هذا الشيء وتخرج بحلول جذرية يعني مبنية على الواقع حقيقة. من ضمن الحلول هو تدريب الشباب، يعني كيف ندرب الشباب لسوق العمل. من ضمن الحلول الآن المنظمات الدولية الداعمة والمنظمات المحلية هي جزء من هذه الحلول، يعني كيف تبحث، يعني احنا مثلا كيف نبحث ندعم منشأة، لذلك لابد نضع شرط على هذه المنشآت انه لابد نحن نوظف يعني 2-3 عمالة في هذه المنشآت، هذه واحدة من الحلول.
الصناديق الدوارة المالية هذه تحتاج أيضا لها، يحتاج لها الشباب كثير. كثير من الشباب عنده أفكار لكن ما عنده التمويل. صحيح. وعلى فكرة إنه في ناس عندها أموال ما عندها القدرة أنها تفتح. صحيح. مشاريع. لذلك نحتاج يعني حاضنات، نحتاج يعني عدة أشياء، مش حل واحد لهذه. جميل. هو حل مركب أتوقع. نعم. لأن أساس المشكلة مركبة. نعم. هاني ما رأيك، ما هي الحلول الممكنة؟ والله أنا أتفق مع الأخوة، لكن أيضا من ضمن الحلول هو التنسيق بين الحكومات والجامعات حول سياسات التنمية، لأنه اليوم في وظائف موجودة بكرة ممكن تنقرض زي ما تفضلت أنت في المقدمة. نعم. في وظائف ممكن بكرة تلتغ وتظهر وظائف جديدة، فهل الجامعات مؤهلة تفتح تخصصات جديدة ولا بتبقى على نفس السايكل حقها، نفس الدائرة حقها، نفس التخصصات؟ كل الجامعات اللي تفتح نفس التخصصات، ما في تخصصات عندنا جديدة. يعني الأصل يكون في تنسيق بين الحكومات والجامعات وسوق العمل. بالتأكيد أصلا هو المفروض كله لتلبية متطلبات سوق العمل. صحيح. ففي النهاية أنت كخريج بتتخرج لازم يكون في شيء عندك. أشياء أيضا الأشخاص أنفسهم يهتموا بأنفسهم، يطوروا أنفسهم أكثر. التجار لديهم مسؤولية مجتمعية تجاه مجتمعاتهم، أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لديهم مسؤولية مجتمعية تجاه مجتمعاتهم، لابد أن يفهموا هذه المصطلحات ويقدموا شيء للمجتمع. جميل جدا، شكرا جزيلا هاني، شكرا جزيلا أستاذ ماهر. أيوة. شكرا جزيلا أستاذ أمجاد لروحكم للأفكار الجميلة اللي طرحتوها حول هذه المشكلة المعقدة. مشاهدين أستاذ سامس، معلش يعني في تجربة على السريع أذكرها لأحد الأخوة لأنه وصانا أن أذكرها، هو أخ سوري لديهم مشروع اسمه برمجتي. يعني تخيل يأخذوا الطالب من سنه 7 سنوات يعطونه كورسات برمجية، لأنه رؤيتهم يعني من جيل مستهلك للتكنولوجيا إلى جيل منتج مصنع للتكنولوجيا، من 7 سنوات إلى 8 سنوات قادر إنه ينتج لعبة ويسوقها، من 9 إلى 10 إلى أن يوصل إلى سن 18 سنة فاهم لغات البرمجة كلها كامل، فاهم نظام الأندرويد وغيره، قادر إنه يدير موقع إلكتروني ويصمم موقع إلكتروني. فبالتالي برضو أيضا نتمنى إنه جامعاتنا ومعاهدنا تفكر بهذه الطريقة. فعلا بالذات خصوصا اتجهنا لعصر التكنولوجيا وجانب البرمجية بالذات، إنه العصر الجاي عصر التكنولوجيا وفرص العمل متمركزة هنا. شكرا لك هاني، شكرا للجميع لأفكاركم لأرائكم. مشاهدين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم محتوى جيد ومفيد ووضعنا النقاط على الحروف. نلقاكم في خير.